نحن الآن في منطقة بطن الطير من أراضي المزرعة الغربية إلى الشمال من قرية المزرعة بحوالي 5 كيلومتر في موقع يتوسط ما بين البؤرة كيرن أو عريم ونحلائيل. هذا جبل بطن الطير فيه عشرات أشجار الزيتون المقطعة، الشجرة التي ما تزال ليست مفصولة يربطها خيط رفيع، ما تزال على اخضرار، أما المفصولة فهي قد نشفت، مما يشير على أن الشجرات قطعت بوقت إلى حد ما أكثر من الشهر. انظروا إلى هذه الشجرة مفصولة كليا. عمر الشجر هذا بحسب الأهالي أكثر من 30 إلى 40 عام.